لكن هناك الكثير في الغربال. المواجهة ممكن. احنا ختمنا دوري ابطال افريقيا السنة اللي فاتت او النسخة الاخيرة بالقضية ممكن، وكرة قفشة التاريخية اللي بالمناسبة قفشة جاب الكرة بتاعت القضية ممكن، وكان حريص ان ياخد توقيعات عليها من بيتسو موسيماني ومن كل اللعيبة عشان يحتفظ قفشة بهذه الكرة التاريخية في حياته. يعني قفشة قفش الكرة دي في الماتش، قفش الكرة وجاي النهاردة يمض الناس عليها، مارس مهارته بالظبط وخدها. قفشة قفش كرة القاضية ممكن عشان يحتفظ بيها كذكرى. ذكرى رائعة، ذكرى هايلة جدا، جون تاريخي. ليه بقول لكم المواجهة ممكن بقى؟ إذا كنا قفلنا النسخة اللي فاتت على القاضية ممكن، بكرة المواجهة ممكن. بكرة الاتحاد الأفريقي في مقره في القاهرة هيعمل قرعة دوري المجموعات في دور ال 16. خلاص تأهلت ال 16 فرقة لهذا الدور، هيتقسموا على أربع مجموعات، كل مجموعة هتجري بينها المنافسات ذهاب وإياب علشان يصعد الأول والثاني، يعني هيطلعوا الثمانية لدور الثمانية بخروج المهزوم. وحفظتوا أنتوا الجدول أو النظام اللي اتعدلت بيه البطولة من سنتين ثلاثة. لكن ليه المواجهة ممكن؟ الناس كلها قعدت تتساءل، هو هل ممكن الأهلي والزمالك اللي بيمثلوا مصر في هذه البطولة يلعبوا مع بعض في مجموعة واحدة؟ ممكن جدا بكرة القرعة توقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة. ليه؟ الاتحاد الأفريقي بيعمل تصنيف المستويات الأربعة، كل أربع فرق في مستوى واحد، يعني الأهلي على رأس مجموعة، الترجي على رأس مجموعة، الوداد على رأس مجموعة، مازيمبا على رأس مجموعة. دول أوائل التصنيف الأفريقي وفقا للمستوى أو المردود والنتائج بتاعت كل فريق في الخمس سنوات الأخيرة، الرانكينج الترتيب بالظبط. الأهلي مثلا الفريق البطل اللي لعب في النهائي، لو خد البطولة السنة دي بياخد 6 نقط، طب لو طلع التاني ياخد 5 نقط، وبتضرب في معدل هابط، بمعنى انك انت السنة دي بتضرب في 5، فالأهلي البطل خد 5 يتضرب السنة دي في 6 بقى 30 نقطة. الزمالك لو لعب فاينل وما خدش بياخد 5 نقاط تتضرب في 5 يبقى 25 نقطة. السنة اللي فاتت نفس الحكاية، من كل دور له نقاط بس هبوطا بقى. السنة اللي فاتت تضرب في 4، اللي قبلها تضرب في 3، اللي قبلها تضرب في 2، اللي قبلها تضرب في 1. يكون نتائجك في خلال الخمس سنين تصنيف الفرق عاملة ازاي. يعني كان الاهلي الاول 69 نقطة، يعني كل خمس سنين بيتعمل التصنيف ده. ده تصنيف للمستوى علشان تحدد مين هيلعب. فاهم. اخر خمس سنين، يعني كل خمس سنين يبتدي كل سنة تشيل سنة من اللي تحت. ما انا فاهم يا استاذ. أيوة. ده سؤالي. أيوة. انك انت بتبتدي بقى تصنيف جديد بعد السنة الخامسة بالظبط. فتفضل لعبت دور الثمانية بتاخد نقطة، لعبت الدور قبل النهائي بتاخد نقطتين، لعبت الفاينل بتاخد 5 نقط، كسبت البطولة بتاخد 6 نقط، وتضرب في معدل ثابت تنازلي وفقا لعدد السنين، بحيث ان انت قوتك الحالية هي اللي تكافئ عليها اكتر. فالاهلي لوجوده في النهائي مرتين قبل كده وبيخسر، وفوزه بالبطولة السنة دي خلته الاول ب 69 نقطة، بعد منه الوداد، بعد منه مازيمبي، بعد منه الترجي. دول الأربع فرق اللي هيتوزعوا على رؤوس المجموعات. طيب التصنيف الثاني، المستوى الثاني اللي انت هتحط الأربع، بكرة هتلاقي فيه 4 كاسات، واحد جه فيه الأهلي، واحد جه فيه الترجي، واحد جه فيه مازيمبي، واحد جه فيه الوداد. هات لي التصنيف الثاني الأربع فرق اللي فيهم الزمالك وصن داونز وحوريا كوناكري وفيتا كلاب الكونغولي. الأربعة دول هترمي على كل كاس واحد منهم، فممكن جدا الاهلي يقع معاه الزمالك او يقع معاه صن داونز، يبقى برضه بيتسو موسيماني بيواجه نفسه، او يلعب معاه حوريا كوناكري او فيتا كلاب الكونغولي. طب التصنيف الثالث نفس الحكايه، الهلال السوداني، سيمبا التنزاني، بترو اتلتيكو، شباب بلوزداد الجزائري. والمستوى الرابع تونجث السنغالي اللي اقصى الرجاء المغربي بغرابه شديده. المباراه تقريبا يا باشمهندس اتلعبت في بركه، يعني لما تشوفوا صور مباراه الرجاء والفريق السنغالي في ملعب الدار البيضاء في مجمع محمد الخامس،
بركه ميه قد كده خلاص بقى ما بقتش كوره الماتش خلص 0-0 طبعا ولعبوا ركلات ترجيح خلاص الوداد الرجاء خرج فمعاه في المستوى الرابع تونجث السنغالي مولوديه العاصمه الجزائري كايزر تشيفز الجنوب افريقي والمريخ السوداني الاتحاد الافريقي قبل كده كان عامل نظام انه ما فيش فرقتين من دوله واحده يقع في مجموعه واحده السنه دي قال لك طب هنعمل ايه ده في 5 دول منها فرقتين يعني انت عندك الهلال والمريخ من السودان صن داونز وكايزر تشيفز من جنوب افريقيا الاهلي والزمالك من مصر شباب بلوزداد ومولوديه العاصمه من الجزائر 5 دول ممثله فرقتين النجم الساحلي والترجي لا تون النجم في الكونفدراليه النجم في دجا ايوه المره دي عنده بس اصل انا الربط جالي في ان انا في الترجي ونجم الساحلي للدقيقه 88 الاثنين بره الاثنين بره في الدقيقه 89 الاثنين جوه ايوه فمع لغط طبعا كالعاده في اي حاجه اللغط التحكيمي مولي العرب بالمناسبه نقول له هارد لك والله حظ وحش قوي مولين واجه ظروف صعبه جدا لا والقرار اللي اتاخد ضربه الجزاء حكم ظلم جدا يعني جدا يعني وفي الوقت المحتسب بدل من ضائع الاضافي لا 4 دقايق ما تلعبش منهم دقيقه ونص لو ضربه جزاء غريبه يعني ايه الحكام دي ولا في فار ولا في هو عشان غياب الفار وهو انت حتى الجون الثالث بتاع الترجي اوفسايد واضح لكن خلاص الحكم عصب ما لحقهاش لو في فار كان ممكن تتغير الامور اذا كان برضه هيطبق صح ما هو احنا بنقعد نقول الفار وبعدين يجي الفار نزعل منه حد يشكط فيه يجري الفار يطلع فار يهرب ما بقناش عارفين كيف تحصل على العداله يعني طيب